مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في كواليس قصة جريمة اليوم. قضية اليوم خطيرة وخطيرة بزاف. أنا متأكد باللي عقلكم غادي يحبس، داكشي اللي فيها خطير وخطير جدا. قبل ما نبداو عندي لكم طلب، إلى حداكم شي وليدات صغار حاولوا ما تصنتوش التفاصيل ديال هذه الجريمة هذه معاهم، وما تخليهمش يسمعوا التفاصيل هذه الجريمة. على بركة الله نبداو تفاصيل قضية اليوم. هذه القصة غادي تدينا لنواحي مدينة سطات، بالضبط في تاريخ 24 في شهر 7 من سنة 2013. في هذا النهار هذا بالضبط كانوا شي ناس دايزين في واحد الطريق اللي غادي تديهم للسوق الأسبوعي. بعد ما قربوا من المعصرة ديال الزيتون اللي كتواجد في الطريق ديال هذاك السوق، تصدموا بوجود جثة ديال واحد الشاب مرمية في جنب الطريق قرب المعصرة، مكرفصة وعليها بزاف ديال الطعنات ملطخة بالدماء. بعد ما قربوا من الجثة وشافوا الوجه ديال الضحية، عرفوا أن هذه الواحد الشاب للاسم ديالو سعيد اللي كيسكن معاهم في نفس الدوار. فاش تعرفوا عليه تصدموا وبقاو كيسولوا بعضياتهم شكون غادي يكون قتل سعيد وشكون اللي دار فيه هذه الحالة هذه. من بعد اتصلوا بالمقدم ديال الدوار وخبروه بالواقعة، اللي المقدم بدوره مباشرة علم الدرك الملكي، وغير توصلوا الجندارم بالخبر مداش بزاف ديال الوقت حتى حضروا العين المكان. من خلال المعاينة الأولية تبين لهم أن الضحية تقتل بطريقة بشعة. قبل ما يديروا أي حاجة علموا فرقة تشخيص القضائي باش يجيوا يديروا خدمتهم. فعلا حضروا العين المكان فرقة التشخيص القضائي. بعد ما فحصوا الجثة تبين لهم انها تعرضت لخمسة ديال الطعنات في الجسم بالاضافه الى ضربه على مستوى الراس. من خلال المعاينه فرقه التشخيص القضائي تبين لهم ان الضحيه تقتل في نفس البلاصه اللي تلقى فيها. في هذه اللحظه تقنيين مسرح الجريمه بداو كيقلبوا حوايج ديال الضحيه اللي كان لابس باش يشوفوا واش غادي يلقاو شي حاجة اللي غادي تفيدهم في البحث ديالهم. لكن اللي جاهم غريب، لقاو جميع الوثائق ديال الضحية معاه، الوثائق الشخصية اللي كتبين الهوية ديالو، يعني لقاو البسطان فيه لاكارت ناسيونال وفيه حتى الفلوس، ولكن التليفون ديالو هو اللي ما كاينش. هادشي اللي خلاهم يستبعدوا نهائيا أن هذه الجريمة هذه وقعت بسبب السرقة، حيث بطبيعة الحال إذا كان دافع الجريمة هو السرقة، في هذه الحالة خاصو يتسرق حتى البسطام اللي فيه الفلوس. ما يمكنش نهائيا أن المجرم يكون باغي يسرق غير تليفون بوحدو. هنا فرقة التشخيص القضائي داروا واحد التمشيط واسع للمنطقة، ربما يكون الجاني أو الجونات تخلصوا من أداة الجريمة في شي بلاصة قريبة من الضحية. ولكن للأسف ما لقاو حتى حاجة، لا آثار ولا دليل اللي غيوصلهم للجونات. المهم بعد ما فحصوا الجثة رفعوا ليها البصمات، كذلك خداو صور احترازية للجثة وللمنطقة اللي تلقات فيها. مباشرة غادي تنقل الجثة المستودع الأموات باش يدار لها التشريح الطبي ويعرفوا أسباب وملابسات هذه الجريمة ويشوفوا تقرير الطب الشرعي أشنو غادي يقول في هذه القضية. وهنا غادي يبداو الجندارم في البحث ديالهم، وكان أول وحدين غادي يبداو معاهم البحث هما الناس اللي لقاو الجثة بطبيعة الحال واللي اتصلوا بالمقدم. بداو الجندارم كيطرحوا عليهم مجموعة من الأسئلة، من بينها معاش بالضبط لقيتوا الجثة، فين كنتوا غادي، وعلاش دزتوا مع هذا الطريق وما دزتوش مع الطريق الأخرى، وكيفاش حتى اكتشفتوا الجثة. المهم طرحوا عليهم مجموعة من الأسئلة وخداو حتى البطائق ديالهم باش يزيدوا يعمقوا معاهم البحث. هنا الدرك باش يتأكدوا بأن الجاني
ولا الجونات من نفس الدوار ولا لا، واش ساكنين قراب من مسرح الجريمة قرروا أنهم يستعنوا بالكلاب المدربة، على الله يشموا شي حاجة اللي غادي تقربهم من المجرم. لكن للأسف هذه الإجراءات كاملة اللي داروا ما توصلوا ولو حتى النتيجة، لأن حتى الكلاب المدربة ما نفعوهم بوالو، وخاو سعوا دائرة البحث بالدوار كامل والنواحي ديال الدوار ما توصلوا حتى لراس الخيط باش يبداو منو البحث ديالهم. في هذا الوقت رجال الدرك رجعوا بحثوا مع كاع الناس ديال الدوار، وبحثوا مع أصحابه اللي كان كيعمر معاهم بزاف، وبحثوا كذلك مع عائلته، لدرجة بحثوا مع كاع الأشخاص اللي ساكنين في الدوار واللي مشابه فيهم، اللي سبق عندهم سوابق عدلية في هذا الدوار هذا، ولكن مرة أخرى ما وصلوا حتى النتيجة، لأن الجندار متبين لهم كاع هاد الناس اللي بحثوا معاهم كاملين ما عندهم حتى علاقة بالجريمة. حتى ملي بحثوا مع الأب ديال الضحية أكد لهم أن ولده عمره ما كان عنده شي مشكل مع شي واحد، لا من الناس ديال الدوار ولا من خارج الدوار. قال لهم ولدي كان داخل سوق راسه، ماشي من النوع اللي كيجبد صداع، وماشي من النوع اللي فيه المشاكل، وماشي من النوع اللي كيدير المشاكل مع الناس، وهذا الشيء اللي أكدوه عمامه وكذلك العائلة دياله. إذن إذا كان سعيد درويش داخل سوق راسه، شكون عنده مصلحة يقتله؟ بقاو الجندارم كيبحثوا تقريبا لمدة ديال أسبوع، وفي الأخير ما وصلوا حتى المعلومة صحيحة باش يبنيوا عليها البحث ديالهم. واحد النهار بتاريخ 4 في شهر 8 من سنة 2013، يعني حوالي تقريبا شي 12 يوم على مرور الجريمة، الفقيه ديال الدوار اللي تلقات فيه الجريمة واللي كاين حاضر منه الضحية سعيد اللي تلقى مقتول، مشى لبريغاد عند الجندار وقال لهم راني تفكرت واحد المعلومة وبغيت نخبركم بها، تقدر تفيدكم؟ قالوا لي شنا هي هاد المعلومة. قال لهم الفقيه ديك الليلة اللي تقتل فيها سعيد راه داز عليا بعد صلاة العشاء، وأنا كنت كنسد في الباب ديال الجامع وسمعته كيهضر في التليفون مع شي واحد، قال ليه تسناني حضر معصارة ديال الزيتون أنا جاي عندك دابا. هاد المعلومة هادي اللي قال لهم الفقيه كانت مهمة بزاف بالنسبة للدرك، وغادا تعاونهم في البحث. في هاد الوقت الجندارم بدات كدور ليهم مجموعة من الأسئلة في راسهم، منها شكون هاد الشخص اللي كان كيهضر معاه في التليفون، شكون هاد الشخص اللي كيتسناه حدا المعصرة ديال الزيتون، شكون غادي يكون هاد الشخص، واش من علاقة عنده بالضحية. والفقيه أكد أنه كان كيهضر في التليفون، علاش ما لقيناش التليفون ديالو معاه؟ لجودان اللي كان مع الفرقة ديال البحث ملي بقى كيفكر وكيجمع في الأحداث شك بأن الجاني اللي قتل سرق ليه التليفون غير باش يوهمهم أن الجريمة وقعت بدافع السرقة. باش يتأكدوا من الشكوك ديالهم غادي يدوزوا الوسائل علمية باش يشوفوا واش الجاني من صحاب الضحية ولا لا، واش يتأكدوا خداو كاع التليفونات ديال صحابه وحتى ديال الناس اللي مشابه فيهم باش يخدعوهم للخبرة، ربما شي واحد يكون اتصل بسعيد وتلاقى معاه في ديك الليلة. ولكن حتى هاد الخبرة ما نفعتهم والو، لأنهم ما غيلقاو حتى اتصال بين الضحية والناس اللي دارت عليهم الخبرة على التليفونات ديالهم. هاد الشيء اللي غادي يخلي الجندارم يدوزوا يفرغوا حتى الهواتف ديال عائلة الضحية. بطبيعة الحال في هاد الوضعية هادي اللي كتكون واقعة فيها جريمة قتل واللي كتلقى فيها مثلا جثة، الدرك كيشكو أو الضابطة القضائية بشكل عام كيشكو في أي واحد. وباش توضح باش نوضح لكم أكثر، سعيد كان كيعيش وسط واحد العائلة كبيرة اللي كتكون من ثلاثة ديال العمام، جوج مزوجين وبولادهم، والصغير في عمامه سميتو أحمد في العمر ديالو 42 عام. هاد أحمد ماشي بزاف باش تجوج بواحد البنت اللي سميتها مريم وفي عمرها 22 عام. حتى هاد عمامه ولادهم كاملين غادا دار لهم الخبرة على التليفونات ديالهم،
وهنا فين غدا تكون الصدمة الكبيرة، حيث تقرير الخبرة بين أن واحد من أولاد عم الضحية كان سميته خليل، اتصل بسعيد في ديك الليلة اللي تقتل فيها، وكان توقيت الاتصال تقريبا كيصادف نفس توقيت اللي ذكر ليهم الفقيه، يعني مراسلات العشاء بالضبط. كانت هذه آخر مكالمة وقعت بين الضحية وولد عمو خالد. مشاو الجندارم جابوا حتى هاد ولد عمو باش يعمقوا معاه البحث في الهضرة ويستدرجوه ويعرفوا شنو تحت راسه، وباش نعرفوا حتى حنا شنو وقع في ديك الليلة خاصنا نرجعوا بالأحداث اللور ونتعرفوا على عائلة الضحية ونعرفوا اشنو وقع لسعيد حتى تقتل بديك الطريقة المتوحشة. وهنا غادي ندخلوا في قصة أخرى، هي ماشي قصة عادية ولكن قصة كارثية، واخا تخيلوا معايا حتى تعياو فيها ما غاديش تطيع على بالكم، تبعوا معايا مزيان باش تعرفوا الكوارث اللي غادا توقع في هاد العائلة هادي. على الأقل ما يقال عنها إنها عائلة الشياطين. كيف ما قلت لكم في الأول، سعيد والعمام ديالو عايشين في دار واحدة بحكم أن جداتهم اللي عندها 88 عام مازال ساكنة معاها في نفس الدار، ومازال مجموعين معاها أولادها وأولاد أولادها، يعني بقى الأسرة كاملة مجموعة في نفس الدار. حتى هاد أحمد كان إنسان الله يعمرها داره، كاع الناس اللي كيعرفوا ليه كيشهدوا لي أنه إنسان حشومي ومتخلق وعمرو جبد شي مشكل مع شي واحد. مهم مشات أيام وجات أيام، أحمد تلاقى مع واحد صاحبه كان مولف كيخدم معاه، وبعد ما كانوا كيديو ويجيبوا في الهضرة حتى واحد اللحظة أحمد بدا كيشكي على هذاك صاحبه، قال لي شوف صاحبي أنت كتشوف حالتي كيف دايرة، راني وصلت 42 عام ومازال ما تزوجت لا مرأة لا وليدات. صاحبه فاش سمع أحمد كيقول هاد الهضرة قال لي إلا كان غير هاد الشيء اللي هاز ليه الهم إلا وافقتي أنا نزوجك بنتي، أنا ما غاديش نلقى شي إنسان حسن منك، عارفك إنسان محترم ومتقي الله وإنسان متخلق، إلا قبلتي نزوجك بنتي مريم. هنا أحمد تفاجأ وتصدم، كيفاش غادي يعطيني بنته اللي مازال صغيرة، حيت مريم ديك الساعة يلا كملت 22 عام، يعني البنت مازال صغيرة عليه بزاف، فرق بين 42 عام وهي عندها 22 عام. المهم تفاهموا بزوج بيناتهم ووجدوا الوقت اللي غادي يجي أحمد يخطب البنت ديال صاحبه. فعلا داكشي اللي وقع، داروا الخطبة وصلت الوقيته اللي اتفقوا عليها وداروا العقد ديالهم، وبعد ما داروا العقد دوزوا العرس، وهنا أحمد غادي يهز مراته ويديها تكون مع عائلته اللي هما الأم ديالو وخوته ولاد خوته. في الأول كانت الأمور غدا عادية وبشكل عادي، ملي سالا أحمد الكونجي رجع للخدمة ديالو، وبقى مرة في كل 10 أيام ولا في 15 يوم ولا بعض المرات حتى كيدوز الشهر عاد كيجي يشوف مراته. اللي غادي يوقع فاش جات مريم لهاد الدار هادي، بحكم أنها البنت كانت مازال صغيرة وزوينة، هاد الشي غادي يخلي سعيد يتعجب بمرات عمو ويفكر في شي طريقة باش يبدا يتقرب منها. شنو غادي يدير؟ مشى شرا ليها تليفون على أساس أنه غادي يعطيه ليها كادو، قال ليها ما عمرني خديت شي كادو لشي واحد، وانتي ما عندكش تليفون، شفتك ما عندكش تليفون قررت نشري ليك هاد التليفون. داكشي اللي دار ليها، خدا ليها نمرة جديدة وراها كيفاش تخدم به، واخا كان كيوريها مريم ما كانتش عارفة حتى حاجة بحكم البنت من البادية وما عمرها كان عندها كيف ما كنقولوا هاتف ذكي من هاد سمارت فون اللي كاينين دابا، ما عمرها خدمات به. داكشي اللي غادي يخلي سعيد يدير السبة بالتليفون، وكل مرة غيبدا يتقرب منها، كل مرة يجي اجي نوريك اجي نفهمك اجي نوريك كيفاش تخدمي اليوم غدا، حتى بداو كيقربوا من بعضياتهم. في الاول كانت علاقه عاديه بحكم ان مريم مزوجه بعمو، حتى لواحد النهار فاش غادي يبقى غير هو ومرات عمو في الدار. هنا سعيد استغل الفرصه ديال حتى واحد ما كاين في الدار وتقرب منها، ووقعوا في المحظور ووقعات بيناتهم علاقه غير شرعيه. ماشي غير هادشي، سعيد صور العلاقه
اللي وقعات بيناتهم كاملة. وبلا ما تعيق مريم خلت التليفون كيسجل حتى سجل العلاقة كاملة. ومن اللي سالة هنا فين غادي يبدا يبتزة، قال لها أي وقت بغيتك نعيط ليك أجي عندي. مريم خافت ولات كتنفذ الأوامر ديال سعيد حرفيا. بقاو على هذا الحال، مرة كيتلاقاو في الزريبة ديال البهيم ومرة في الجنان. واحد النهار ولد عم سعيد اللي سميتو خالد حصلهم في الزريبة ديال البهيم، يعني حصلهم متلبسين. منين شافهم في ديك الحالة بقى كيغوت عليهم وقال لهم هادشي اللي كديرو راه حرام وغادي نقولها لعمي وكل شيء غادي نشوهكم معاه. المهم حتى سعيد ومريم ركب فيهم الرعب وخافوا يتشوهوا مع العائلة وقدام الناس ديال الدوار. ولكن اللي خاصكم تعرفوا بأن هاد الحيحة كاملة اللي دار لهم خالد ماشي حيت معجبوش هذاك الشيء اللي شاف، ولا حيت هز الهم للشرف ديال عمه كيف ما بين لهم، لا لا، هاد الشيء كامل داروا حيت حتى هو كان حاط العين على مرات عمه، يعني حتى هو كان طامع فيها من النهار الأول. ولكن منين شافها مع ولد عمه سعيد جاتو الغيرة، داك الشيء علاش حي عليهم في هاد الوقت. سعيد كان كيحاول يهدأ الوضع مع خالد وفي الأخير قدر يقنعو باش يسكت وما يقولش داك الشيء اللي شاف لعمه. في الأخير قنعو باش يسكت، ولكن خالد ما سكتش غير هكاك لله في سبيل الله، لأنه حتى هو كانت النوايا ديالو أخبت من ولد عمه سعيد، وحتى هو غادي يولي يستغل مرات عمه ويدير معها نفس داك الشيء اللي كيدير معها سعيد. بطبيعة الحال هاد الشيء عن طريق الابتزاز، إلا ما بغاتش كيهددها يعني. ولا سعيد وخالد كيتقاسموا بجوج بهم مرات عمهم أحمد، وهاد الشيء كيوقع كامل في الغياب ديال عمهم أحمد اللي ما كيعمرش الدوار بزاف بسبب الخدمة. شوفوا على كارثة كيفاش دايرة، شوفوا على كارثة فين واقعة، شوفوا على عائلة كيف دايرة، شوفوا هاد الكارثة اللي واقعة في هاد الدوار والفضيحة اللي دايرين ولاد العم مع مرات عمهم. وهذه ما بقاتش دار العائلة، ولات دار الشياطين. عمهم كيخرج يضرب تمارة يجيب طرف ديال الخبز وهما جالسين كينهشوا في الشرف ديالو، وحتى مراته ما دارش بحساب راجلها. المهم بقى واحد المدة طويلة على هذا الحال، حتى من بعد ولاو كيوقعوا بيناتهم مشاكل كبيرة بين سعيد وخالد. هذا الشيء كامل على قبل مريم، حيت كل واحد باغي ينفرد بها بوحده، يعني مريم ولات بحال السلعة في يديهم كيلعبوا بها كيف ما بغاو. اللي غادي يوقع من بعد ومع المدة، مريم غادا تبدا تهرب من سعيد وتقرب من خالد. هاد الشيء اللي غادي يخلي سعيد يولي يغير عليها، وهنا غادي ينوض بيناتهم واحد صداع كبير وخيب بزاف. ولا خالد كيقول لولد عمه مريم غادا تبقى معايا، وسعيد كيقول ليه كانت معايا انا الاول وانت اللي عوجتيها عليا. حتى ناضت واحد الروينه بيناتهم، حتى ولا سعيد كيهددهم وكيقول لهم انا غادي نفرقع هاد الرمانه هادي وغادي نقول للعائله كل شيء هادشي اللي واقع. في ديك الليله اللي وقعت فيها الجريمه، خالد اتصل بسعيد وقال ليه تسناني حتى المعصره ديال الزيتون باش نتفاهموا ونفكوا هاد المشاكل اللي واقع بيناتنا، حيت خالد ما بقاش باغي سعيد يتشارك معاه في مرات عمه. في الوقيته اللي داز فيها سعيد من حدا الفقيه، اللي الفقيه قال لي مرة كنت كنسد في الباب ديال الجامع وداز من حدايا سعيد كيهضر في التليفون، كان سعيد كيقول لخالد تسناني انا جاي عندك، وهي الهضره اللي اكدها الفقيه للجندار. مشى سعيد للبلاصه اللي داروا يتلاقاو فيها حدا المعصره ديال الزيتون على اساس باش يفكوا المشكل اللي بيناتهم، ولكن سعيد غير وصل حدا المعصره غفلوا خالد وسدد ليه مجموعة ديال الطعنات بواسطة السلاح الأبيض بواسطة السكين في الظهر ديالو، وفاش طاح زاد كمل عليه وطعنه حتى في الكرش ديالو باش يتأكد أن ولد عمه مات، حتى خلى سعيد غارق في دماياتو. هاد الشي كامل باش يبقى منفرد بمريم بوحدو. ديك الساعة هز الجنوية
ودارها تحت منه وخد التليفون ديال سعيد وهرب. في نظركم علاش خد التليفون؟ لانه كان فيه جميع التصاور والفيديوهات ديال مريم، وكذلك كانت فيه الرسائل اللي كتدور بيناتهم بثلاثه. لان الجندارم الى لقاو التليفون مباشره غدا يعرفوا ان صاحب الجريمه متورط هو خالد. كانت هذه اعترافات خالد بعد ما جابوه الجندارم وواجهوه بالتقرير بالخبره ديال التليفون ديالو. بعد ما خداو منه الاعتراف مشاو جابوا حتى مرات عمو باش ياخذوا الاقوال ديالها. وهنا مريم مرات عمو اعترفت لهم كيفاش هاد الوحوش كانوا كيستغلوها في غياب الزوج ديالها. وبعد الاعتراف مباشره قدموه من المحكمه وتحكم خالد بتهمه الفساد والقتل مع سبق الاصرار والترصد بالسجن المؤبد. اما مريم تحكمات بسنتين سجنا بتهمة الخيانة الزوجية. حتى لهنايا غادا تكون قضيتنا سالات حتى نتلاقاو في قضية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.